عشان اقفل على سيرته خالص يا ريت ما نجيبهاش تاني طول الحلقه. عشان بقى كان بيضربك؟ كان بيضربك بعض؟ حكي على ايه؟ كان بيزغزغك بقولك نكت يعني. بنضرب بعض. تضربيه؟ بنضرب بعض. تضربوا بعض؟ انت ممكن تضربي راجل؟ لا طبعا، مش اي راجل، في رجاله محترمه اشبه رجال يعني. يعني في اللي بيتشبهوا ان هم رجاله لكن هم مش رجاله، لان الراجل المحترم ما بيمدش ايده لواحده ست حقيقه. وانتي بتحترمي نفسك، اللي بيحترم نفسه بيخلي اللي قدامه يحترمه، فطول ما انتي محترمه نفسك بتجبري اللي قدامك يحترمك. بس وانا والست مش محتاجه حاجه في الدنيا غير الاحترام. ايه اللي وصلك ان انت تمدي ايدك عليه؟ يعني عرفت تضربيه ازاي؟ مواقف بقى، احنا كنا عيال بقى صغيره بقى، مش همه، مش بالجسم، مش بجسم، اسمها امكانيات على فكره. تضربيه ازاي ده؟ لما ضربك ولا لما خانك؟ لا يعني بصي، حته الخيانه دي كنت عيله صغيره، وكمان مش ضربتها غيره عليه، لا لو عايز اخد حقي بس مش اكتر. انت بتاخد فلوسي تصرفها على واحده تانية؟ مش لا خالص يا لا خالص خالص، ده ما يصرفش جنيه على واحدة، لا لا لا. أنا أما ضربت عشان كرامتي، عشان آخد حقي، عشان أنا ما بحبش أسيب حقي. فهماني؟ بس مش لما مسكتيه بيخونك في بيتها باين تقريبا. هي ما هو كان متجوزها. كان متجوزها؟ اه من ورايا. ونبي غير السيرة دي بقى، يعني مش عايزة أجيب في سيرته أصلاً. يعني الله يسهل له يا ستي لحاله. بعد ما خلصنا سيرته خلها يلا. طب ليه كده؟ الله يسهل. ليه كده يا اسماء؟ ليه كده حبيبتي؟